هذا وقد استقبلت عناصر الهلال الأحمر المصري طائرة منظمة الصحة العالمية المحملة بالمساعدات لأهالي غزة استعدادا لنقلها للقطاع. وهبطت الطائرة تحمل 78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية في مطار العريش، قادمة من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة الصحية العالمية في دبي. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد قال إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية الملحة في غزة هبطت في العريج بمصر بالقرب من معبر رفح الحدودي، وأنهم مستعدون لإيصال الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر. والتقى مدير منظمة الصحة في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رحب بطلب المنظمة لتسهيل إيصال الإمدادات الصحية وغيرها من الإمدادات الإنسانية من المنظمة إلى غزة عبر معبر رفح.